ثم هذه القوى ديال المشاهدين ها انتم واحد صراحة لا تكسر صوبك شو كابوتشينو يتسال ها؟ لا دير بالعشوب هو بالعشوب؟ نورمال بالعشوب؟ لا سكر لا سكر بالعشوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بس بكم مزيان في أمان الله نتمنى في أحسن أحوال إن شاء الله غبرت عليكم في مرة اليوم جيتكم بواحد المشروع زوين بزاف ومربح كما تلاحظوا هنا البروجي ديال كافي موبيل هاد السياره هذه ديال الاخ حميد ان شاء الله غادي نهضروا معاه غادي يعطينا معلومات على هذا المشروع هذا وكيف ما تشوفوا هنا السياره ديال الاخ ديالي ها هي موديل 74 ها هي عاد تصاوب كافي موبيل نيت تيصاوب الاخ حميد اللي غادي نديروا معاه استجواب على هذا المشروع هذا حنا بدينا هنا بالكوفر صوبوا لنا الاخ حميد النيت اللي بغى شي معلومه مرحبا به عند الاخ حميد واحد شويه بما يسال لنا غادي نديروا معاه واحد الروبورتاج قصير على كيفاش يعصر القهوه كيفاش يستقبل الكليان ديالو شنو هما العراقيل والمشاكل اللي تيلقى في هذا المشروع هذا باش الا بغيتو حتى نتوما تلتجؤوا لهذا المشروع هذا هذا الفيديو هذا غادي يهمكم بزاف بزاف وغتستافدوا منه خليكم معنا تبارك الله على السي حميد الله يبارك فيكم تبارك الله عليكم ريكلا خويا شي قهوه للمتابعين مرحبا هي القهوه ديال المتابعين ان شاء الله ريكلا خويا تبغيها بالسكر بلا سكر هما دير بالسكر اخويا دير بالسكر دير جوج ولا ثلاثه الحلاوه انت اخويا حميد حاول تهضر لنا شويه على هذا المشروع قرب للمشاهده من المشروع ديال كافي موبيل اللي بغى يديرو واش نقول بغى يدير بلوجي اول حاجه هي تتوكل على الله سبحانه وتعالى هو تتوكل على الله يعني كما تقول من توكل على الله فهو حسبه يعني التوكل على الله وربي راه ما غيخيبش بالنسبة للمشروع اللي دار هذا المشروع هذا ديال اللي كافي وما خدملوش إما السيد تيكون فاشل هو فاشل هو ما تيبغيش يخدم وإما ما شفتش واحد البلاصة واحد الموقع اللي مزيان لأن هذا المشروع هذا تعتمد على القهوة أول حاجة على القريطي ثاني حاجة على البلاصة تكون واحد البلاصة جوية رابع حاجة خصك تبعد على القهاوي أول حاجة ما تدير قهاوي ما تجيش تدير قهوة وتحط بعد عليه لقيتي شي واحد توا داير هذا البروجي بحال هكا تبعد عليه ما تكونش هداه واخا واحد السؤال يسولوني المشاهدين اخي حميد في التعليقات شحال راس المال اللي ممكن يبدا به الواحد هذا البروجي هذا عنده سياره وبغى يصوبها عندك ولا عند حد اخر شحال هو راس المال اللي غادي يحتاجه باش يبدا بالنسبه لراس المال باش يتقام اللي عنده السياره اللي عنده السياره المهم تيتقام هذا الشمر المشروع ما بين 15000 درهم و 20000 درهم هذه لانستالاسيون هذا كومبلي تكون عنده هو غير السياره بالبريصه بكل شيء ما بين 15000 درهم و 20000 درهم داك الشيء على حسب الخدمه على حسب حتى البريصه على حسب شكرا خويا حميد بالنسبه للارباح ديال هذا البروجي واش هي مشجعه ولا غير مشجعه خويا حميد بالنسبه لهذا المشروع يعني بنادم هو اللي خصو يشجع راسو هذا المشروع الى عندك غرض وخدمتي فيه راه تعيش ما خدمتيش ولا فيه تكسر ما تصور منه حتى شي حاجه هذا المشروع تيبغي المواظبه فيه طريف الخبز اخويا حميد فيه طريف الخبز فيه العيش الكريم فيه تعيش الكريم وتعيش مخير يعني هذا راه الا خدمتي راه غتعيش مخير فيه مدخول اللي مزيان غير هو راه كي راه ماشي تقول راه عندي مقام وتنقيله راه خصني كل ساعه فين حاطه هذيك راه خصك تحط واحد المقام اللي تيولف واحد الكليان الله يجازيك بخير يجي خصو يلقى الكليان خصو يجي لهاك هذا هو يخدم والتوقيت حصل التوقيت التوقيت اللي مولف الكليان هو خصو يكون عندك الا تنكون مع 8 خصو يكون مع 8 تنكون مع 6 خصو يكون مع 6 باش الكليان تكون هو عليك الله يجازيك بخير وبالنسبه لهذا هو ضمن له المواظبه هو غيضمن لك العيش شكرا بالنسبه للبريصه ديالك سميتها هذه بريصه في تيرما كاين دي مارك زوينين ولا قلنا شي بزاف دي مارك كاين في تيرما كاين ايطاليانو كاين ويغا كاين بزاف ديال لي مارك
واخا شكرا خويا حميد. على حساب الاثمنه كلهم تما. قول لهم فين كاين انت بالضبط. مرحبا، انا كاين اسيدي مدينه مكناس، ما بين الرون بوان ديال الليمونه اللي تيدي الحاج، الرون بوان ديال اتجاه تقدا، الرون بوان ديال الكريديه. اللي بغى يشرب قهوه مرحبا عند اخ حميد. يشرب قهوه مرحبا، وما تنساش تابونا معنا في القناه ديال الانصاري مول القهوه مرحبا. يلا شكرا خويا حميد، الله يجازيك بخير، الله المستعان. خوتي خواتاتي، هذه السياره الاخ ديالي كما قلت لكم راه قريب ان شاء الله غادي ندير لكم فيها شي فلوق تشربوا فيها قهوه ان شاء الله. قاتلنا البريصه، هذه راه الخدمه ديال السي حميد النيس. هانتوما هنا غتحط البريصه والطحانه ان شاء الله. كما تتشوفوا حميد سال لنا البريكولاج هنايا، دار لنا هنا الطاقه الشمسيه والمحول ديال الضوء البدري هو ناضي. داك الشيء امر الطاقه الشمسيه ها هي غيسينا هنا الطحانه ديال القهوه. واش داك الشيء خدام ولا ما خدامش؟ السيد دوزنا له الضوء، دابا دوزنا الصرص ديال الضوء راه كان بيض الشاكي كما تعرفي بان هذه تخدم ب 220، دابا الضوء راه ولا فيها 220 ما بقاش هذا الدوز فولت. هنا غنتوكلوا على الله ونسيوا هذا. يلا سير شكرا على الله. هذه المسائل اجي نوريهم. بالنسبه للمحوله هو الطاقه الشمسيه من هنا تعطينا لا شارج تاعنا، تشارجينا الباتري. قرب عنده باش يشوفوها، نشعلوها باش يشوفوها شاعله. الرضا الرضا العز ناط